يلا كل اتفضل، كل اللبس ده كل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اوه ماي جاد ذاتس بيوتيفول بزياده. عادل سعيد المكان هنا رهيب جدا، وريحه الفول والطعميه مثيره للجدل. صراحه هو ده الاتموسفير اللي انا بظبط نفسي فيه طول الوقت. يلا يا شباب بسرعه، يلا بقى نبتدي الفوتنج بتاعنا. بصوا انا دلوقتي هوزع ورق وكل واحد يكتب اسم الزعيم اللي هو عايزه. اوكي 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 اوكي. ودلوقتي يا سيس اعلان الفوتنج بتاعنا. يلا يا رانيا. مهند عادل سعيد. هو ده العشم برضه يا رانيا. انا طبعا، لان انا عارفني وانا هكتب عادل ليه. عادل. It's now ladies and gentlemen، حان وقت اللحظة التاريخية. زعيم العيال السيس، The King of Generation دي. مبروك يا مدام رانيا. مدام ده اصله ولد هرتول اخر مقاس، مش عارف هو بيقول ايه، مش عارف الفرق بين المدام واستاذه رانيا يعني. انا مليون مره قبل كده اقول لك الولد ده ستوبيد، لازم كنت تطرده من زماناتك. رانيا حبيبتي انا ما اقدرش اقطع البريد بتاع الولد يعني. خلاص خلاص بقى يا ديدو بقى، احنا مش عايزين نبنج الليله، عايزين نحتفل بالمناسبه السعيده دي يا جماعه. ايوه صح، يعني اندبندنج. ماشي نحتفل بالمناسبه. كويس النهارده اجمل يوم في حياتي ولازم نحتفل. خلاص يبقى نحتفل في بيت عادل. بيتني ايه في امان؟ انت بخيل ولا ايه؟ لا اياك والشح، انا لسه مديك صوتي دلوقتي، انت المفروض دلوقتي تبقى زعيم العيال السيس. طبعا عادل يعتبر الراعي الرسمي للعيال السيس. رانيا انتي بتدبسيني ولا ايه في البيت ازاي ما انت عارفه؟ عارفه. ماشي ماشي في البيت ماشي. اوكي. عندي النهارده البارتي في البيت وامي مسافره وهعمل حفله، بس يا ريت ما تجيش ان شاء الله. امي مسافره وهعمل حفله بس يا ريت ما تجيش ان شاء الله. Hello everybody! عادل I'm so happy. أنا حاسة إن أنا رجعت الأيام الجامعة تاني. حبيبتي ارجعي زي ما أنت عايزة، إن شاء الله ترجعي بطن أمي. هي أمك فين صحيح؟ مامي جوه في الأوضة. اسمي عادل، أنا عملت حاجة فظيعة فظيعة. أنا قلت لها إن أنت جاي لك شوية ناس عشان يعملوا معاك بيزنس، وإنك عشان راجل حموش جدا مش عايزهم يخرجوا برا الأوضة. برافو عليك يا رانيا، برافو عليك. ولا يهمك باصو. اسألي يا حبيبتي. هو انت بترقص ولا بتعجن؟ يا حبيبتي انا كله عجن 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 عجن. شايفه ماما؟ شايفه ابنك وعمايله؟ شايفه اتفرفر ازاي؟ الراجل العاقل المحترم انحرف وبقى خنفس. بقى خنفس؟ ركع على الخنفسه اللي معلم شجعاه ومبوظاه. اختي 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 اختي. مامي ايه اللي طلعك؟ مش انا قلت لك ما تطلعيش بره الاوضه؟ اوه رانيا بليز، مش معقول كمان مش عايزاني ارقص؟ دي طاقه لازم تطلعها. معلش عمي خشي ارقصي جوه، لان عادل معاه ضيوف اجانب ما يصحش خالص، حد هيزعل. ايه يا رانيا بس حرام عليكي، ده حتى يطفوا الازاز خالص عشان خاطر يهدوا. خشوا الاوضه عشان خاطر. نايس مين دول يا رانيا جميلة؟ She's my mother, she's my sister. Oh, welcome. طب ما تيجوا تضربوا معانا الرقصة اللذيذة موت دي. Oh, yes. لا 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 ل
متعودين يضربوا معايا وما ينفعش يغيروا ضرب. لا 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 صاحبك قاعد لوحده ما عندوش روح رياضيه ولا ايه؟ بالعكس خالص، مهند رومانسي وديس انتوا ما بتفرقش معاه الحاجات دي خالص. هي جايز انتوا في بينكم اسرار ولا ايه دول؟ هي بيبي اسرار ايه اللي بتتكلموا عنها؟ لا يا حبيبتي ما فيش، احنا بنتكلم على الكلب الجربان اللي قاعد لوحده ده. مهند مسكين بزياده موت، اصل نور فرقعت يا جماعه. يا للدراما التركيه، نور فرقعت مهند. على فكره بص بص مطالب قدام الجروب انك ترجع مهند لنور. ارجعهم ازاي لبعض وانا شغال في بريد القراء؟ انت نسيت ان انت بقيت الزعيم؟ يعني ما ينفعش اي حد يسيب الجروب الا باذنك. ايوه انا عايزني اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه يعني ايه؟ انت البوس، انت مش فاهم ولا ايه بقى يا بوس؟ عايزك يعني ترجع مهند لنور. ايوه انا هرجعهم ازاي لبعضيهم يعني؟ هروح اضربه واقول له لازم ترجعها، ولا اروح اضربها واقول لها لازم ترجعي له؟ مش معقول. تضرب ايه؟ انت البوس، عارف يعني ايه بوس؟ يعني انت تؤمر والكل ينفذ. ماشي اعمل ايه؟ تؤمر والكل ينفذ. ايوه اعمل ايه يعني؟ انت تروح لنور، اول ما تروح لنور تقعد معاها تفرمط لها دماغها وتنزل لها ويندوز جديد وتحط لها انتي فيروس وتنزل بقى مهند على نجيب. ده انت كده عايز مهند كمبيوتر يعني؟ يا بص فيها، بص بقى انا مش عايز ازعلك يا بص، هو انت من اول بروبلم هتبلغ فرار؟ انت لازم تثبت للناس كلها ان انت البص الجداره، بص كده فوق الجداره. ولا انت بقى بص بقى عشان تبقى عارف بقى ولا ايه؟ ولا انت ايه انت بالظبط؟ لا 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 اوف كورس ديدو قدها. يس ديدو ديدو على السايد، اتس يور تشانس تو بروف ذات يو ار ذا بوس. يس ماي نيم از عادل سعيد. يس واو يا مهند. مهند انا هرجع لك نور يا مهند. بجد يا عادل؟ يس. على فكره يا عادل انا كنت بحسدك، لكن دلوقتي اقسم لك انا بحقد عليك. الحمد لله اني اشكرك والله من ناحيتي. عيب عليك يا بوب، صدقني صدقني يا صدقني يا عادل، انت لو رجعت لي نور تبقى ماي بوس فور ايفر. هرجع لك نور وان شاء الله هكمله 500 حلقه كمان. يا ديدو نيفر، انا مش ممكن هرجع تاني. يا نور يا نور، بس فكري بعقل الواد العيل السيسي اللي اسمه مهند ده بيحبك بجد، ده موت نفسه من العياط يا عيني عشانك. يا ديدو انت اللي مش قادر تفهم، انا يا ديدو بحب الراجل القوي اللي زيك كده. بصراحه بقى انا اكتشفت ان مهند ده بالنسبه لك راجل ضعيف كده عبيد شقلبه يعني. ايوه يعني، بس خلي بالك برضو طيب وديس انت وبيحبك. الطيبه اللي انت بتتكلم عنها دي هيافة. طب ما انت هو يا ديدو راجل طيب جدا، بس في نفس الوقت كده قوي وليك شخصية. بص يا ديدو انا ممكن ارجع الجروب تاني بس بشرط. ايه هو؟ انك تبقى البوي فريند بتاعي. ايه انت ما انا وانتي وتبقى انت الفرخة بتاعتي؟ ديدو واي نوت؟ لا بس ما انت عارفة ان انا بقى مع رانيا، يعني دي ممكن تقتلني. ايه ديدو؟ ايه ايه رانيا؟ مين رانيا؟ ده حتى بنت اوفر كده. ايوه صح صح اوفر، انا بحس ساعات كمان انها اطول مني، بس هعمل ايه بقى؟ يعني زي ما مهند بيحبك انا كمان بحب يعني رانيا يعني. اوكي يا عادل اتس اوفر. يا بنتي يا بنتي مهند بجد بيحبك، وعارفه انا حاسس انه ممكن يطلبك للجواز. مارد؟ وهما يعني اللي اتجوزوا يعني كانوا خدوا ايه ولا عملوا ايه؟ لا ازاي عملوا ايه؟ ايه عندك انا ورانيا مثلا؟ وات؟ ايه رانيا؟ لا انا ورانيا عمرنا ما نتجوز ابدا، يعني هتفضل طول عمرها يعني الانتيم بتاعي فور ايفر يعني. ديدو ديدو ريلي انت بتضيع وقتك. اتس اوفر ام سيستر. هاي جايز. هاي هاي هاي. نور رجعت لمهند عشان تعرفوا ان البص مش بيعمل اي كلام. ايه ده؟ ايه ايه مالكم؟ مالنا اهو. نو في كده؟ مش دي صورتك ولا فوتوشوب يا استاذ عادل؟ ايه ده؟ انتوا الصورة دي جبتوها منين؟ جبناها من الفايل بتاعك في الإدارة. وازاي الإدارة تطلع صورة شخصية زي كده يعني؟ وازاي أنت تطلع صورة عائلية زي كده يعني؟ وأنا كنت أعمل إيه يعني يا رانيا؟ مش هقدر أتصور من أول وجديد، اديت من الصورة دي وخلاص. أنت إزاي تعمل كده ها؟
انت مش عارف ان اللي بيكذب بيروح النار؟ بكذب؟ لا انا لا اكذب ولكني اتجمل. الله الله، انت هتعمل لي فيها احمد زكي يا استاذ عادل؟ وبعدين احنا سمحنا لك تخش الجروب بتاعنا ده عشان انت اقنعتنا وخدعتنا وقلت لنا ان انت مش متجوز. عادل سعيد انت شخص خاين. لا لا انا عندي رأيي، انا فعلا مش متجوز غير رانيا بس يعني، وبعدين دي مش محسوبة. يعني ايه مش محسوبة؟ ليه ان شاء الله جاية من اوف سايد؟ احنا اصلا الرولز بتاعتنا بتمنع الجواز. ابسلوتلي ابسلوتلي يعني يعني نهائي. طيب بصوا بصوا كلكم، انا هخلي جوازي من رانيا في السر. مش ممكن يا عادل، مش ممكن يعمل حاجه زي كده. انت عايزه ازاي نبقى متجوزين من غير ما اقول لمامي؟ يعني على اساس ان امك ما تعرفش ان احنا متجوزين؟ امال ياسمين دي بنت مين يعني؟ بنت خالتك انت اللي ابتديت. وعلى نفسها جدت بسن. انت يا تاتو دلوقتي منظرنا يبقى ايه قدام جروب العيال الدول والعيال الفجر؟ عادل خلاص جيم اوفر. وبعدين احنا العيال السيس مش ممكن نقبل بكده ابدا. يا سلام، ولعلمك انا اللي اخترعت كلمه العيال السيس دي بتاعتنا احنا. لا 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 اطلاقا. عموما اللي يسال ما يتوهش، اكيد هتلاقي الفيسبوك ده في المهندسين في مصر الجديده حاجه كده.